يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، تقدم معنا في الدروس الماضية وفيما سمعناه من الآيات من مبتدأ السورة إلى هذا الموضع الذي نتحدث عنه في هذه الليلة، ذكرت فرائض كثيرة من فرائض الإسلام: الإيمان بالله وبرسله وكتبه والملائكة وبالقدر خيره وشره وبالمعاد، هذا كله تقدم. ثم جاء بعد ذلك أمر الصلاة، ثم جاء بعد ذلك أمر الزكاة، وجاء أمر الحج وهذه والصيام، كل هذه فرائض من فرائض الإسلام، لا يغني بعضها عن بعض، لا بد من أدائها كاملة ولا بد من الحرص عليها حتى يتم للإنسان إيمانه وحتى تصح علاقته بربه. فالله سبحانه وتعالى هنا يؤكد على عباده المؤمنين أن يأخذوا هذا الدين جملة كاملة، أن لا يتركوا شيئا منه، يأخذوا شيئا ويتركوا شيئا. عليهم أن يأخذوا الإسلام كله، ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كاملا، لا يأخذوا شيئا ويتركوا شيئا. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى في شأن من يقرأ القرآن ويأخذ بعضه ويترك بعضه: قال الذين جعلوا القرآن عضين، يعني يأخذون بعضه ويتركون بعضه. هذا لا يصلح، هذه الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى بما فيها من الأحكام والعبادات وحق الله تبارك وتعالى في الاعتقاد وما يجب له، هذه كلها من عند الله، وهي كيان واحد متكامل لا يغني بعضه عن بعض، بناء لا بد من الإتيان به. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام هذا بكماله، بكل شرائعه وبكل يعني ما يدل عليه وبكل ما جاء فيه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا يستزلنكم الشيطان فيغريكم بأن تأخذوا شيئا وأن تتركوا شيئا، أو أن تسوفوا، أو أن تفعلوا كما فعل من سبقكم من الأمم في أنهم حرفوا وضيعوا وبدلوا وغيروا شريعة الله تبارك وتعالى. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا التحريف وهذا النكوص وهذا التفريط في دين الله تبارك وتعالى إنما يأتي بسبب تسويل الشيطان، فإياكم ثم إياكم أن يستزلكم الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عداوة الشيطان بالنسبة للإنسان المسلم ثابتة للبشر كلهم، ولكن المسلم هو الذي تتأثر عبادته وتتأثر علاقته بالله تبارك وتعالى بإطاعة الشيطان فيما يسوله للإنسان. فالله سبحانه وتعالى يؤكد هنا التحذير من إطاعة الشيطان، لا بد أن نأخذ الإسلام كاملا، ولا يمكن أن يقبل من الإنسان المسلم تدينه ولا علاقته بربه إلا بهذا الكمال وإلا بهذا التمام.
قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يعني إن غيرتم وبدلتم بعد هذا الذي جاءكم عن الله تبارك وتعالى يوجب عليكم عبادته ويوجب عليكم طاعته ويبين لكم شرائعه، فإنكم إن لم تفعلوا ذلك تكونوا حينئذ ستكونون كالأمم السابقة التي حرفت وبدلت وغيرت، فحق عليها عذاب الله سبحانه وتعالى وحق عليها سخط الله. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، ما بقي شيء إلا وقد بين لكم ووضح لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما لحق بربه إلا وقد بين كل شيء، كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه قال ما غادرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا كل شيء. قال ما من طائر يحرك يقلب جناحيه في السماء إلا وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أمرا، ما ترك شيئا إلا وبينه. واستشهد أمته على هذا البيان في حجة الوداع التي حجها في آخر حياته، وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد على هذا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة ما بلغت رسالته. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قادر على إهلاككم، قادر على عقوبتكم، وهو سبحانه وتعالى عليم بما يصلحكم، فلذلك أمركم ونهاكم وأرسل لكم رسوله وأنزل عليكم كتابه. ثم قال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هؤلاء الذين يخالفون، هؤلاء الكفار الذين يشككون في وجود الله سبحانه وتعالى أو في قدرته أو في شريعته أو في أمره، هؤلاء ليس أمامهم إلا أنه يأتيهم يوم القيامة، يوم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويأتيهم ربنا تبارك وتعالى للحساب، كما جاء في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يأتي إلى الحساب يحاسب الخلق، هذا في يوم المحشر، فالله سبحانه وتعالى سيحاسبهم. هل ينظرون؟ يعني ما بقي إلا أن ينتظروا قدوم هذا اليوم الذي يحاسب فيه الخلق على أعمالهم. وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، سينال كل واحد جزاءه في ذلك اليوم، والله سبحانه وتعالى إليه المرجع وإليه المآب. ثم الله سبحانه وتعالى بعد أن طلب من الأمة المسلمة هذا الأمر وأكد عليهم بالتزام شريعته وأخذ دينه كاملا وحذرهم من التفريط والتهاون فيه والاستجابة لكيد الشيطان، جاء وبين لهم أمرا ذكره لهم سابقا، وهو أمر بني إسرائيل، كم حرفوا وكم بدلوا وكم غيروا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، تقدم معنا ما أنعم الله به على بني إسرائيل، فضلهم الله سبحانه وتعالى على عالم زمانهم، وأنجاهم من فرعون وعفى عنهم وأهلك فرعون وقومه وأنزل عليهم المن والسلوى وأنزل عليهم التوراة، لكنهم حرفوا وغيروا نعم كثيرة. كذلك بين لهم ذكر لهم آيات عظيمة من تأمل فيها فإنه لا يسعه إلا الإيمان والتسليم لله تبارك وتعالى. الآيات التي ظهرت على يد موسى عليه السلام، عصا موسى، هذه العصا التي يعني جعل الله سبحانه وتعالى فيها آيات كثيرة، فيها يعني تنير الطريق وتنقلب حية ويعني تفعل أشياء وأبطلت كيد السحرة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يعني ما جاء على يد موسى أنه يخرج يده فتضيء، وكذلك ما أنزل الله على قوم فرعون من الآيات المهلكات
وما رفعه عنهم بسبب دعوة موسى عليه السلام لهم، الدعاء موسى لهم، كل هذه آيات بينات كانت حدثت وبنو إسرائيل يرونها ويشهدونها ولكنها لم تؤثر فيهم. فلا تكونوا مثلهم، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. هذه النعم أنعم الله بها عليهم، فضلهم وأكرمهم وأنجاهم من عدوهم وأعطاهم ما لم يعطه أحدا غيرهم، وأرسل لهم رسله وأنزل عليهم كتبه، ولكنهم غيروا وبدلوا، حرفوا شريعة الله وقتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى وكذبوا على الله. من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب، الذي يفعل ذلك لن يفلت من عقاب الله تبارك وتعالى. وهذا فيه تحذير للأمة المسلمة، تحذير للأمة المسلمة، يعني لا تكونوا كهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بكل هذه النعم وبين لهم كل هذه البينات ولكنهم حرفوا وغيروا، مآلهم إلى العقاب والعذاب الشديد. فلا تكونوا مثلهم، إذا أمرتم بشيء من عند الله تبارك وتعالى أو جاءكم به رسوله عليه الصلاة والسلام فلا تتأخروا فلا تتوانوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن لم تفعلوا ذلك فإن المصير العذاب الشديد عند الله تبارك وتعالى. قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. وهذا يعني أمر التزيين، تزيين الحياة الدنيا، هذا وإن اغتر به الكفار، وهذا هو الذي استزلهم الشيطان بسببه، لكن تزيين الحياة الدنيا وشهواتها ومباهجها هذا مركب في فطر الخلق جميعا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا التزيين موجود في نفوس الخلق، في نفوس البشر، يميلون إليه ويتطلبونه ويتطلعون إليه ويحرصون عليه، لكن الذي ينجو من ذلك يأخذ من هذا ما يحتاج إليه ويشكر الله عليه ولا يغفل عن نعم الله تبارك وتعالى، ولا يغفل عن شكره، ولا يغفل عن طاعته وعبادته. هذه النعم ليست إكراما للخلق ولكنها اختبار وابتلاء، اختبار وابتلاء. من أخذها وشكر الله سبحانه وتعالى كان حقيقا بأن يديمها الله تبارك وتعالى عليه وأن ينفعه بها، ومن كفرها فإنه سيحيق به ما توعده الله تبارك وتعالى به من زوال النعم ومن معاقبته عليها في يوم القيامة. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، إذا رأوا هؤلاء المؤمنين قاموا يسخرون منهم. هذه السخرية وإن كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في من مع النبي عليه الصلاة والسلام من الأتباع الضعفاء من الأرقاء والفقراء والمستضعفين عموما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يسخرون منهم، كانوا كفار قريش، أتباعه هؤلاء يقولون أتباع محمد هؤلاء الضعفاء الذين لا يؤبه بهم. الميزان عند الله سبحانه وتعالى ليس بهذه البهارج وليس بهذه المظاهر، بل بالإيمان وبما في القلوب. وهذه هي السنة الماضية في كل الأمم السابقة، من كفر وكذب من الأمم السابقة كانوا يظهرون السخرية بأتباع الأنبياء، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ما معك أحد، يقولون لنوح ويقولون لغيره، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل، ما فيكم شيء يعني يدعو إلى أن نتبعكم إلى أن نقبل بما تقولون. هذه هي النظرة، نظرة الاستكبار والاستعلاء التي أزلتهم والتي أهلكتهم وجعلتهم يأنفون من الحق، لأن هؤلاء الضعفاء هم أتباع الرسل.
هم أتباع الرسل، كما بيّن ذلك هرقل عندما زاره جاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، فأرسل إلى الأسواق في العراق في الشام وفي تلك البلدان، كان تجار قريش يأتون يشترون البضائع من تلك البلدان ويعودون بها ويبيعون ما معهم من البضائع التي جاءوا بها، فأرسل يطلب من يوجد من قرابة هذا النبي يريد أن يستفهم منهم، فجيء له بعدد منهم كان من بينهم أبو سفيان رضي الله تعالى وكان يومها على الكفر، فسأله وضعه أمامه وجعل أصحابه خلفه وسأله أسئلة عديدة، من هذه الأسئلة قال هل أتباعه ضعفاء الناس أو كبراؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، وعندما جاء يفسر له هذه الأسئلة ومنها هذا السؤال قال وكذلك أتباع الأنبياء، كذلك أتباع الأنبياء هؤلاء الذين يقبلون بالحق وليسوا من أهل الكبر وليسوا من أهل البغي، فلذلك الله سبحانه وتعالى عاب على هؤلاء الذين يسخرون من الذين آمنوا. والذين اتقوا فوق هنا وقف لازم هنا يا أخوة، ويسخرون من الذين آمنوا، لا يصح أن نقول يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا، لا، لأنه ستصبح السخرية حينئذ حتى من المتقين، لا، هنا وقف لازم في القراءة، ويسخرون من الذين آمنوا، ثم بعد ذلك والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا قيد يؤكد للإنسان المسلم أنه إن فاته شيء في الدنيا فإنه لن يفوته في الآخرة، الدنيا هذه دار ممر قد يفوت على الإنسان المسلم فيها أشياء كثيرة لا يحصل فيها ما يطلبه، تتناوشه الآلام والمصائب والأعراض والضعف وتسلط الأعداء، لكن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين في الآخرة، فلذلك يقول والذين اتقوا فوقهم متى في الدنيا؟ قال يوم القيامة، وهذا لا يمنع من أن يكون أهل الإيمان من أهل القوة وأهل المنعة في أوقات كثيرة في هذه الدنيا، ولكن المستضعفون هؤلاء حتى وإن شعروا بالضعف وإن تسلط عليهم عدوهم لكنهم سيكونون في مقام أعلى عند الله تبارك وتعالى في يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا من فضل الله، المنازل العالية التي يستحقونها في يوم القيامة إنما هي من فضل الله تبارك وتعالى، والرزق عنده بغير حساب لا يحصى ولا يعرف مقداره، من فضل الله تبارك وتعالى. ثم جاءت الآية بعدها كان الناس أمة واحدة، لماذا هذا الاختلاف بين الناس بين الأمم تكذيب الأنبياء؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حنفاء كما جاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، في أصل الخلقة كانوا على الحنيفية كانوا على الإيمان كانوا على الفطرة الصحيحة والاستقامة لربهم تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة، يعني بعد آدم عليه السلام كانوا أمة واحدة، يعني على دين الإسلام على العقيدة الصحيحة على الفطرة الصافية، لكن اجتالتهم الشياطين فاختلفوا، فبعث الله سبحانه وتعالى لهم بعد ذلك الأنبياء مبشرين ومنذرين، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، متى بعثهم مبشرين ومنذرين؟ متى بعث الأنبياء؟ بعد أن وجد هذا الاختلاف، بعد أن غيروا المبدأ الذي كانوا عليه والفطرة التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها، وأنزل معهم الكتاب، هؤلاء الأنبياء والرسل بعثوا
وأيدهم الله سبحانه وتعالى بكتب من عنده. الكتاب هنا مفرد لكنه معرف بالألف واللام، يشمل الجنس، يشمل جنس الكتب. كل نبي كان يأتي ومعه كتاب لقومه، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الهداية من الله سبحانه وتعالى، ولا استقامة إلا بالثبات على شرع الله تبارك وتعالى، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. وهذه هي المصيبة، أن الاختلاف والتنافر والتغيير والكفر بالله ما حصل إلا ممن أنزلت عليهم الكتب. هؤلاء أنزلت عليهم الكتب لكنهم لم يستفيدوا منها، حرفوها وغيروها وبدلوا واختلفوا وكذبوا على الله تبارك وتعالى. قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. أنزل عليهم هذه الكتب وجاءتهم الرسل وأنزل الله عليهم الآيات البينات والمعجزات الباهرات، ولكن مع ذلك اختلفوا وغيروا بغيا بينهم. هذا إنما هو من الطغيان ومن الظلم ومن البغي الذي يمقته الله تبارك وتعالى. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هؤلاء المؤمنون الذين بقوا من تلك الرسالات على الرسالات التي جاءهم بها أنبياؤهم هداهم الله سبحانه وتعالى، وهم القلة. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هداهم الله بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فقبلوا هدى الله. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الإنسان ربه الهداية، ألا يتكل على عمله، ولا يتكل على نفسه، ولا يتكل على ذكائه وفهمه وقدرته، لا، أن يسأل الله الهداية مع العمل ومع الطلب ومع الحرص، يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا به من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الهداية ليست لأحد إلا لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى. يعني حرص الإنسان على أن يهتدي أو حرص الإنسان على أن يهدي غيره لا يمكن أن يتحقق به هذا المقصود إلا بإذن الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام فيما تعرفون عندما جاءت الوفاة عمه أبا طالب، وأبو طالب كان له فضل كبير على النبي عليه الصلاة والسلام، كفله ودافع عنه ونصره، حرص عليه ورباه، لكنه لم يقبل بالإسلام مع يقينه بصحة دين النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. طيب، ولماذا لا تسلم؟ الهداية من عند الله تبارك وتعالى. وفي آخر لحظات حياته كان النبي عليه الصلاة والسلام بجواره، يا عم، يرجوه، لأنه يريد لهذا العم الذي أحسن إليه وحرص عليه أن يكون من أهل الجنة. يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، مع أنك لم تعمل من أعمال الإسلام شيئا، لم تصلي، لم تفعل خيرا، لكن قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فغلب عليه الشقاء، لأنه كان عنده أبو جهل وآخر قالوا له: كيف تترك دين آبائك؟ فمات على دين آبائه ولم يقبل. حزن النبي عليه الصلاة والسلام، شيء محزن فعلا يعني، لكن الله سبحانه وتعالى سرى عنه، يعني طمأنه وهدأ باله. ماذا قال له؟ قال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله
يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، ولذلك الحرص على العمل الصالح والحرص على الدعاء أن يهدي الله سبحانه وتعالى الإنسان المسلم، وأن يهدي له أولاده ومن حوله. اللهم اهدنا في من هديت، هذا من الأمور الواجبة المتعينة على الإنسان المسلم. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الجنة لها ثمن، هذه التكاليف التي تقدمت والصبر على الأذى من الأعداء ومن الشياطين الذين يريدون أن يحرفوا الإنسان عن دينه وأن يجروه إلى سبيل الضلال، هذه مجاهدة كبيرة تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى تحمل. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، لكن هذا هو ثمن الجنة، هذا هو ثمن الجنة. حفت الجنة بالمكاره يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وحجبت النار بالشهوات. فالذي يريد الجنة لا بد أن يصبر على هذا الأمر، والجنة لها مهر، ألا إن سلعة الله غالية يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. الأمم السابقة كان فيهم أناس صبروا على الأذى في سبيل الله، صبروا على دين الله، أمثلة كثيرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء الجوع والحاجة والضراء المرض وزلزلوا، وصلوا إلى مرحلة عالية من الأذى وكيد الأعداء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. آخر المراحل، ألا إن نصر الله قريب. هنا يأتي نصر الله تبارك وتعالى، النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، لا بد من اليقين بهذا. الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهم مستضعفون وهم قلة ويتحملون من الأذى ما تنهد له الجبال، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ظل الكعبة مستريح: يا رسول الله، قصة الصحابي خباب بن الأرت رضي الله تعالى، يا رسول الله، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني أنت ترى ما حل بنا، أدعو ربك لنا أن يفرج عنا، أن ينصرنا، أن يهلك أعداءنا. ماذا قال النبي عليه السلام؟ هل اتجه إلى الدعاء ودعا؟ هو يدعو، لكن استجابة لكلام هذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا درسا تربويا بليغا. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الجنة إلا من هذا الطريق. قال: لقد كان في من كان قبلكم، النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ممن ثبتوا على دين الله، أناس يؤتى بالمنشار، المنشار فيوضع على مفرق رأسه هنا في منتصف رأسه، فيشق باثنتين، يقسم ما يصده ذلك عن دينه، يثبت حتى في هذا. في أقسى أنواع العذاب كانوا يصبرون، ثم بعد ذلك تأتي بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لهم وهم في تلك الحال، ولكنهم أيقنوا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وصبروا. قال: والله، النبي عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحال وهم يرون، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر. أي أمر؟ أمر الإسلام وأمر الإيمان والتمكين في الأرض، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، لا يتعرض له أحد، يعني أمن وأمان وخير واستقرار. فهذا كله لا بد أن يوقن منه الإنسان المسلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، ولا بد من الصبر، ولا بد من اليقين
بأن الله سبحانه وتعالى سينصر عباده. آيات كثيرة في كتاب الله الكريم تؤكد هذا المعنى. الله تبارك وتعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول في آية أخرى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد من الله، وعد الله لا يتخلف، لكن لا بد لحصول هذا المقصود من تحقق الشروط، أن تصبر وأن تثبت وأن توقن بوعد الله تبارك وتعالى. وعد الله حق لا يتخلف، مهما حل بالمسلمين من ضعف، مهما تسلط عليهم الأعداء، إذا بقيت جذوة الإيمان في نفوسهم حية، وإذا أيقنوا بالله حق اليقين، فإن الله سبحانه وتعالى سينزل عليهم نصرا. في غزوة الأحزاب، سورة الأحزاب كلكم تقرؤونها، ماذا حصل للمسلمين؟ جاء الأعداء بجموعهم، قريش ومعها القبائل التي وافقتها، غطفان وغيرها، واليهود جاءوا من أمامهم واليهود من خلفهم، خانوا وغدروا، والمسلمون في هذا الموقع بين هؤلاء الأعداء ليس لهم ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. كانوا جياعا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعصب الحجر على بطنه من الجوع في ذلك الموقف. الصحابة كانوا يحفرون الخندق بوسائل يسيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل معهم ويحمل التراب على عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. الله يقول عن تلك الحال، يعني في غزوة الأحزاب، يعني الحال شديدة، حال شديدة، يعني الإنسان يعني وصل إلى غاية من الخوف واليقين بالهلاك، لكن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده، نصرهم الله سبحانه وتعالى على أعدائهم في ذلك الموطن. نعم. وما تفعلوا من خير، هنا يقول يسألونك ماذا ينفقون. بعد هذا يعني العمل الصالح أبواب كثيرة، يعني الصبر واليقين هذا يعني أمر لا مفر منه، لا بد منه للوصول إلى للسير في طريق الجنة، لكن هنالك أعمال لا بد من الحرص عليها، أعمال من هذا الدين المبارك الكريم الذي أعزنا الله سبحانه وتعالى به، وليس لنا ولا لغيرنا عز ولا نصر ولا تمكين إلا بالاستمساك به. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون، وهذا كما مر معنا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه أسئلة ليس عنده جواب، ينتظر الوحي، فإذا نزل عليه الوحي يبينه للناس. يسألونك ماذا ينفقون. فيه صحابي كان له مال عظيم وجاء إلى النبي عليه السلام يسأله ماذا ينفق، كيف ينفق، في أي شيء ينفق، فالله سبحانه وتعالى قل ما أنفقتم من خير، الخير هنا المقصود به المال، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه أوجه من أوجه الإنفاق، أوجه من أوجه الإنفاق، ليست هي كل أوجه الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله وطاعته وعبادته والإصلاح بين الناس والحرص على هدايتهم والحرص على دعوتهم، كل هذه أبواب، لكن هنا في باب الإنفاق لا بد أن يحرص الإنسان المسلم على أن يحصل على الجواب الشافي في أوجه الإنفاق الصحيحة والتي تقرب من الله. وكما تلحظون رتبت هذه بحسب أولويتها، ما أنفقتم من خير، الأولى من هو، من هم الأولى بالإنفاق، إنفاق الإنسان، قال للوالدين، بعد الوالدين يأتي من، يأتي الأقربون، ثم اليتامى، ثم المساكين، ثم ابن السبيل.
هذا متى؟ إذا ضاقت وسيلة الإنفاق، إنسان لا يستطيع أن يشمل كل هذه، فيه أولويات يبدأ بها على الترتيب. لكن لو أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بخير كثير فإنه يستطيع أن يشمل كل هذه الأوجه، أوجه الخير هذه. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يعني جاءت هنا كلمة خير منكرة، أي خير قليل أو كثير، حتى ولو يعني شق تمرة، حتى ولو شيئا يسيرا، حتى ولو كلمة، ما تفعلوا من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله به عليم، يعني لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث فيما يرويه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإسلام ثمانية أسهم، سهم للإسلام يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى، وسهم للصلاة، وسهم للزكاة، وسهم للحج للصوم، وسهم للحج، وسهم للأمر بالمعروف، وسهم للأمر بالنهي عن المنكر، وسهم للجهاد. جهاد، والجهاد مرتبط بالنفقة، ومر معنا في الدرس الماضي أهمية الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى في الجهاد. هنا الجهاد فريضة افترضها الله على هذه الأمة المسلمة، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عائد، فريضة حتى تقوم الساعة. الجهاد فريضة على هذه الأمة حتى يقاتل آخرها الدجال، آخر هذه الأمة هم الذين يقاتلون الدجال ويقتلونه، فريضة الجهاد عليهم. لكن الجهاد له شروط، طبعا له شروط، وفي عندنا جهاد دفع وجهاد طلب، هذه كلها لها شروطها، لكن الجهاد والإنفاق فيه هذا من أعظم أوجه الإنفاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكره هنا: ها؟ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يعني لا تحتقر أي شيء تقدمه في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك آية الجهاد. الآن الإنفاق من ضرورات الجهاد الإنفاق. قال تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال، وهذا دليل على أن هذا الجهاد مفروض على الأمة، هذه قتال الأعداء، ليس فيه بغي ولا فيه ظلم، وله آداب وله أخلاق، يعني تدل على أن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، آداب وضوابط، كيف يقاتلون، كيف يبدأون، كيف يعاهدون، من يقتلون، من يكفون عنه، كيف يمتنعون عن الإفساد في الأرض، هذا كله من أخلاق الحرب في الإسلام، الجهاد. قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قتال فيه إزهاق للنفوس وجرح وأذى وإتلاف للأموال، فالنفوس لا تميل إليه، النفوس لا تميل إليه، النفوس تميل إلى ماذا؟ إلى الدعة والراحة والأنس وما يدخل السرور. لكن هذا الشيء الذي فيه ألم وفيه صبر وفيه أذى وفيه إنفاق، النفوس لا تميل إليه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن الله سبحانه وتعالى الذي فرض علينا هذا الأمر أعلم بما يصلحنا وأعلم بما يعظم أجورنا، وهو كره لكم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم عاقبة الأمور. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني الإنسان لا يدري، العبرة بالعاقبة، والعاقبة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. عسى أن تكرهوا شيئا، هذا الجهاد مكروه لكم، النفوس لا تقبل عليه، لكن عاقبته خير عند الله سبحانه وتعالى. إن حصل به نصر وتمكين للمسلمين فهذه من أعظم النعم، وإن حصلت به الشهادة
فهذه نعمة عظيمة، وأجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى عظيم، أجر الشهيد عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. الذي أنزل الشرع والذي كلف عباده هو الذي يعلم بما يصلحهم وما هو الأوفق لهم وما هو الأحسن لهم، هو يعلم، أما نحن فلا نعلم، لنا الظاهر، وقد نغتر ببعض الأمور نرى فيها مصلحة والواقع أن فيها مفسدة، قد نغتر ببعض الأمور نرى أن فيها خيرا لنا ولكن عاقبتها ستكون شرا لنا والعياذ بالله. فنحن لابد أن نكل الأمور إلى الله وأن نحرص على التزام شرعه، أمرنا نأتمر، نهانا ننتهي، هذا هو خلق الإنسان المسلم الذي يجب أن يلتزم به في كل حال. ثم جاءت آية أخرى أيضا متصلة بالقتال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. الشهر الحرام واحد من الأشهر، الأشهر الحرم أربعة كما بينها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الأشهر الحرم الله سبحانه وتعالى جعل لها أحكاما، هي أشهر، عدد أيامها ومطالع هلالها وغروبه وكذا واحد، لكنها مختصة بأحكام جعلها الله سبحانه وتعالى فيها، لا يجوز فيها القتل ولا القتال ولا سفك الدماء، ولا بد أن نعظم حرماتها هذه الأشهر. فهؤلاء الكفار ما كان عندهم مما يخشونه ويحاذرونه ويحرصون عليه إلا هذه الأشهر الحرم، واستعظموا أن يقع القتال من المسلمين في الأشهر الحرم. هذا كيف حصل هذا؟ فيه حادثة الرسول عليه الصلاة والسلام بعث سرية عليها صحابي اسمه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى، فلقوا رجلا من المشركين من أهل مكة فقتلوه. بقدر الله سبحانه وتعالى أن هذا القتل كان في أول يوم من رجب، ورجب من الأشهر الحرم، وهم لا يعلمون، ما قصدوا ذلك، لكن حصل منهم ذلك. لما حصل ذلك جاء هؤلاء الكفار، كفار قريش، إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشنعون ويثربون. لماذا؟ أنتم تقولون إنكم ترعون الحرمات وتحرصون على قداسة البيت وعلى طهارته وتقتلون في الأشهر الحرم؟ يعني رأوا هذا أمرا عظيما. الله سبحانه وتعالى أجاب، ماذا قال؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ لا يجوز. قل قتال فيه كبير، نعم هذا من الكبائر، القتال في الأشهر الحرم من الكبائر، لكن لماذا أنتم ذكرتم هذا ونسيتم غيره، الأشياء الأخرى التي عملتموها؟ ها؟ صد عن سبيل الله وكفر به، ما تفعلونه. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مواسم الحج يذهب إلى القبائل، يذهب إلى الناس القادمين للحج يبين لهم ويدعوهم للإسلام، كانوا يأتون هؤلاء قريش، كفار قريش، ويصدون الناس عنه، يقولون هذا كذاب لا تستمعوا إليه، نحن قومه، نحن أعرف به منكم، لا تقبلوا كلامه، صد عن سبيل الله. ها؟ ويمنعون الناس من قبول، يمنعونه من الاتصال بالناس، ويمنعون الناس من القدوم إليه والاستماع إليه، وصد عن سبيل الله وكفر به، ثم كفار. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. المسجد الحرام هذا الذي أنتم فيه، إخراج أهله منه، من هم أهله؟ النبي عليه الصلاة والسلام، محمد من أهل هذا المقام البلد، ومن معه من أصحابه من أهل هذا البلد، إخراج أهله منه، هذه مسألة صغيرة عندكم؟
هذه المسألة يعني نسيتموها. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني إن كان القتل في الأشهر الحرم كبيرة فأنتم فعلتم ما هو أكبر، صددتم عن سبيل الله وكفرتم به، ويعني منعتم الناس من الوصول إلى المسجد الحرام وصددتم عن دين الله وأخرجتم أهل هذه الأرض. لو كنتم صادقين ما كنتم تعتدون على هؤلاء وهم آمنون في هذا البلد فتخرجونهم منه، خرجوا منه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى مكة ماذا قال؟ قال والله إنك لأحب بقاع الله إلى الله. هذه شهادة لمكة، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أخرجوه. كل هذه المظالم والمآثم يرتكبونها، ولأن المسلمين حصل منهم أمر عن غير قصد، ما قصدوا هتك الشهر الحرام، قاموا يشنعون. ها، وهذه هي عادة هؤلاء المجرمين والكفرة في كل زمان وفي زماننا هذا. انظروا ما تفعله إسرائيل ودول الكفر والضالون المضلون الذين يصدون عن سبيل الله، كيف يلتمسون خطأ يسيرا ثم ينفخون فيه ويكبرونه ويضخمونه ويتغاضون عن الطوام الكبيرة التي يفعلونها. قال والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى دين الله فتصدون وتصدون الناس عنهم، تشوهون سمعتهم، تقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كذاب، أنه ساحر، أنه شاعر، هذا كله من الفتنة. الفتنة هذه أكبر من القتل، يعني لأنها تصد عنك الفتن. القتل يعني في حالة أو في حالتين، لكن الفتنة هذه صد عن سبيل الله، وتنتشر هذه القالة بين الناس فتؤثر في أعداد كبيرة جدا من الناس. الفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني هذا بيان من الله سبحانه وتعالى للأمة المسلمة، لا بد أن تتفكر فيه وأن توقن به أن هؤلاء الكفار لن يتخلوا عن طريقتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه لازمة، هذا الشرط من الله، إن استطاعوا، يعني إذا قدر الله لكم الثبات على دينه وسعيتم إلى ذلك فلن يستطيعوا أن ينالوا منكم شيئا. ها؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي قضية الكفار الأساس، ماذا يريدون من المسلمين؟ حتى ولو لم يتأذوا من المسلمين، لم يظلمهم المسلمون ولم يأخذوا لهم حقا، لكنهم لا يحبون لهم أن يبقوا على دينهم. وفي كتاب الله الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. هنا يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا خطاب للأمة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كل الأزمنة. ينبغي أن نتنبه أن هؤلاء الكفار لن يقبلوا من المسلمين إلا أن يخرجوا من دينهم، ولن يتركوا الكيد لهم والإفساد، يحرفون الإسلام، يشوهون المسلمين، ينسبون إليهم ما ليس فيهم. ليس أعظم من القرآن كتاب الله الذي تكفل بحفظه، حاولوا مرات عديدة أن يغيروه، أن يبدلوا فيه، أن ولكنها في كل مرة كانت تبوء بالفشل، يكتشف لأن الله سبحانه وتعالى قد تأذن بحفظ كتابه. وهذا القرآن كما هو محفوظ في المصاحف محفوظ في الصدور، فمهما حاولوا لن يصلوا إلى شيء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يتأثرون بهذا الكيد ويستجيبون لما يطلبه الأعداء ويخرجون من دينهم، إطاعتهم
إطاعة بعض المسلمين للأعداء في شأن دينهم، في تغيير دينهم، في الخروج من الدين، أو في تشويه بعضه، أو في ترك بعضه، هذه ردة عن دين الله. هذه ردة. ما هو جزاء الردة؟ من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. وهذا من عدل الله تبارك وتعالى ورحمته، أن القضية تتعلق بالتوبة. إن حصلت في الدنيا قبل الموت فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن إن مات وهو كافر فجزاؤه جهنم. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، لن يكون لهم خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن يجدوا شيئا عند الله سبحانه وتعالى ينجيهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بعد كل هذا بيان حال الكافرين وأحوال المفسدين المعاندين الضالين في الأمم السابقة، وما حذر الله به تبارك وتعالى عباده المؤمنين، وما بين لهم من وجوب الصبر والثبات على الدين وتحذيرهم من إطاعة الكافرين، بعد هذا قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء الذين يفعلون هذه الأمور يرجى لهم دخولهم تحت رحمة الله، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بذلك، ووعده حق لا يتخلف. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. غفور رحيم عن الهفوات، عن الزلات، عن السيئات، التوبة منها تجب يعني هذه الأعمال السيئة، وعفو الله ومغفرته ورحمته أكبر وأعظم من ذلك كله. يأتي هنا موضوع الهجرة، الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذه طائفة اختصها الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم، هاجروا مع الرسول عليه السلام، هم مهاجرون. هذه أعظم، هؤلاء أعظم طبقة في الصحابة في الأمة، أعظم طبقات الأمة من هي؟ الصحابة. لكن من هم أعظم طبقة في الأمة؟ المهاجرون. المهاجرون المرتبة الأولى، والأنصار المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية الذين اتبعوهم بإحسان، الذين لحقوا بهم بإحسان. فهؤلاء الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الهجرة كانت لأناس محدودين، ما فيها زيادة، يعني لا تباع ولا تشترى ولا تستجلب. الهجرة لأناس مخصوصين اختصهم الله بها، الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هاجر معه إلى من أهل مكة إلى المدينة، ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، قال: لا هجرة بعد الفتح، بعد أن فتحت مكة ما في هجرة من مكة، ولكن جهاد ونية. الإنسان بنيته الصالحة يمكن أن يحصل فضيلة الهجرة، أما الهجرة فهي مخصوصة لأناس معينين، وهذا من مكة، لكن من غيرها في البلدان في مشارق الأرض ومغاربها، لو حصل على المسلمين فيها الأذى والظلم والبغي والتضييق وعجزوا عن إقامة شريعة دينهم، فإنه تشرع لهم الهجرة ويكونون ممن من المهاجرين أيضا. لكن الهجرة هذه التي كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كانت في مكة، فلا هجرة بعد الفتح، في مكة ما في أحد يتطلب أن يكون من المهاجرين. هؤلاء اختصهم الله بهذا الفضل العظيم. لكن أيضا من نوى الخير وآمن بالله وعمل صالحا وطلب من ربه في دعائه ولجوئه وتذلله أن يلحقه الله بعباده الصالحين وبالمهاجرين، وأن يحشره في زمرة سيد المرسلين، فضل الله واسع، فضل الله واسع، والله على كل شيء قدير. ها؟
إنما الله سبحانه وتعالى ضرب المثل بهؤلاء. ولكن من لم يكن مهاجرا وبذل في سبيل الله وجاهد في سبيل الله وأنفق واستقام قبل ذلك على دين الله لن يضيعه الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في هذه الأرض، وأن ينصر عباده المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في ديارهم وأوطانهم من عدوهم، اللهم أنجهم في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الثبات على دينك والاستجابة لأمرك، واحشرنا في زمرة سيد المرسلين، واجعلنا عندك من المقبولين.